مشارك واحد زميلي على معدات. هاي وبعد. وبعد كده هو تجارة يعني ولا ايه؟ ما يبلغني. فأنا كنت عايز لا سؤالا اصبر. المعدات اللي كان بيدخلها مثلا 10,000 في الشهر. اصبر يا حبيبي بس اصبر. اتفضل. انت مشارك واحد في معدات. اه. من الذي له حق البيع وحق الشراء؟ احنا الاثنين. كلاكما. فجاء هو باع دون ان يرجع اليك. اه. وبعد ذلك؟ وبعد ذلك انا عرفت مثلا هو ما بلغنيش غير بعدها بفتره وانا بساله يعني. طيب الفلوس راحت فين؟ فلوس المعدات. فلوس المعدات هو حطها في معده ثانيه المفروض اللي هو ينزلها. ينزل معده احدث يعني. يعني حطها في معدات لصالح الشركه. اه. طيب هو اجتهد فقط ورأى أن هذا الباب أفضل من هذا الباب دون الرجوع إليك. غلط. لكن عموما الأمر ما يجوز لك لأنه هو الآن فقط هو الآن عفوا الآن اجتهد لمصلحة الشركة أو لمصلحة نفسي شخصيا. لا هو لمصلحة الشركة احنا الاثنين. يعني هو لما اجتهد هذا الأخ الذي اجتهد اجتهد لمصلحة الشركة أو لمصلحة نفسه؟ لا لمصلحة الشركة. خلاص تغفرها له الله يستر عليك. تمام. السلام.